تمام. اوكي اذا نشوف كيف انتقال الكرنت. هلا احنا حكينا الدوبينج هذا راح يصير طبعا بكميات قليله جدا، بس رغم الكميه القليله جدا تبعت الدوبينج راح يتكون عندي كرنت. فنفترض انه عندي انا هون هي اس اي هي الماده الاصليه، تمام. انا راسمهم هيك طبعا، هذا إشي مش دقيق يعني كروكي راسمهم. هلا حطينا فوسفورس، الفوسفورس ايش الرمز تبعه؟ بي اتش بي اتش. لاحظ البي اتش عندي 1 2 3 4 5، وهذا 1 2 3 4، 1 2 3 4. فكأنه عندنا فري الكترون من هون. هلا اللي راح يصير انه هذا هي هون في عندي كل فتره وفتره في عندي هون ذره فوسفورس، وفي بي نعم فوسفورس بي دي. لا ما اظن. تأكد على كل حال، تأكد. هلا هذا الالكترون لو ترك هذا المدار من هون بيجي محله الكترون، وبيجي محله الكترون، وبيجي محله الكترون من هون، تمام. فهاي حركة الالكترونات مش هي كانها كرنت؟ بس ايش اتجاه الكونفنشنال كرنت؟ الكونفنشنال اللي احنا بندرسه في الكتب قبل ما يكتشفوا الالكترونات وين كانوا يحطوا اتجاه التيار؟ يعتبروا انه التيار الكرنت هيك، الكرنت عكس هدول، لانه هدول نيجاتيفلي تشارجد الكترونز عم بيتحركوا. هل تولد كرنت؟ طبعا انا ما بستنى الالكترون هذا حتى نكون احنا واضحين بالكرنت. انا مش يعني انه هو مجرد ما تحركت الكترونات من هون وتحركت الكترونات راح يطلع الكترون من هون، اوكي؟ فهذا كانه الكرنت، صار عندي كرنت. مين الماجوريتي كاريرز هون اللي حامله معظم الكرنت؟ هي الكترونز. ليش بقول ماجوريتي كاريرز؟ لانه لسه بهاي الماده الاصليه بالسيليكون في شويه كاريرز ماينوريتي كاريرز راح يكونوا هولز، راح نحكي عنهم بعدين. بس هذا هو، هذا اللي كيف الكرنت بتكون من الماجوريتي كاريرز هون الكترونز. اطفي يلا. اوكي.